الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. خطبتي تنكور رسوحا كسو هذا اللي إلا إسكدا أيو يدي لذا دير إن لهين حصوص آخرة. وعين حصوصين إن أهل كان كيريدي النبي صلى الله عليه وسلم يدو تاسي أي كترجمي دونتو ديار قروغين يينان تلقو واري فإذا إنك كترى حقا دمين كحس إن شاء الله عبر كي وحيابا عشرة دي لقا قادنا أيو قضبا كساب سن قيري داس النبي عليه الصلاة والسلام يا معلوماتك كحيرا حتى نقار كسو قادنا بخاري وحا صحيح سكسو قنين النبي صلى الله عليه وسلم مال المالمها كميد أصحاب تخد بدو آخري إشاقه كتب برايا إن آخرة وديار قرابان نفتي سنة تصالو قرد غيا موعدينينا وحو لدادي هو إلهي الدنيا ذا إيا آخرة وحو كالدور قلي لبدا كالدور نسي أدون أدوامها كميدا أدون كاي ساقاهي آخر دورته أبو بكر صديق باقي الميي حديثك أصحابي قورين يا أبي سعيد وحول والله يا أبو بكر محول لأوه يا أبو بكر حديث دا إلهي وآخرة يا الدنيا ذا كالدور نسي أدون أدوامها كميدا آخرة دورته لكن ونغا أركتب دا يرادا وحو قرن يا أدون كو نبي شيقا يا إنو نبي يا هاي صلى الله عليه وسلم والنبي قال مركي الدنيا آخرة للدور قلي آخره دورتي إلهي أكتس وحيا له ونادر أهل العلم علماء وحي حسان النبي قال إنه إلهي أكل بيه صلى الله عليه وسلم نبي النمدي يا الشهيد نمدي تارا وحي ودلي الشدان حديث كي حسين النبي قال السنية صلى الله عليه وسلم لمن كيهود أبو مال نقول تقماشي يدقنائنا خيبر لوراني وي سنايين رسولك صلى الله عليه وسلم نفكي أريقا هاي أي أسوى سميين أي أسوى شيلين صنبا وقدرين ويسكتوا في لكن عراها أي كوحيا ليس حاسكي سعيش ولها اللي يوحوا لها سنتي مال انت أي سوى قاعدي هدى إيكا لقو يستحيدتك كاركا وطنها نبي عليه الصلاة والسلام وأختي وسيد من أي أي وحكوب بلاب مي مدحنون آد وبضن وربكي سو بدن يهي وسيدا وشيغ يسون تاسي أي سبب وهاي نبي عليه الصلاة والسلام وحي سيني إن قرق عائشة وشوغ إن تاو بكان كي يهي ما دام يهي قف آدي آد وهي النبي عليه الصلاة والسلام هوشان آد وقبان كرت daayo ro ka xog badan dumarka kale wuxuu oran jiray halkeen jooga barito wala wareejinay markaa isagoo cadaalad sameynta dumarku aanay waajib ku ahayn hadana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu cadaalad sameyn jiray dumarkiisa marka isagoo buka xalba xaafad lageeyay aroorta xagee lageeyay aroorta xagee lageeyay guriga caashu doonaya markay dumarku taa ogaadeen oo fasaxeen oo waxay yiraahdeen halka doontaa iska deey karta عائشة الله كرال النغضاء يدعك ورميسا قريد النبي صلى الله عليه وسلم يسيدي أكل وليد أبا سكراتك سواتك أحيال هذا المركة سكراتك وكيمي وحعط صدا إلا صهر ريقو بيو بيها لماذا عمود بقلين يا النبي عليه الصلاة والسلام مركة كرائلك وكبط وجيكم مسح يا لبدا قعمود رسولك صلى الله عليه وسلم وحلي لا اله الا الله ان للموت سكرات توحيد كمركو كو دواق وحلي هي غيرد وحي لا سكرات بركا سو قعمها سدا وجيكا عمرينيا بركلا كلكا حمدو اي كسي بداته وحورنيا هريق علي من سبع قرب لم تحل الاوكيتهن وحي اشبتان تدب قربت او بياه أو أن وحبا لغا شوين إبوح بوحا
كعائشة وحلا هذا ما رأيت أحدا أشد عليه لوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نرق قف نبي محمد كحنوني حمد بضنا ركاو سيدي ملي عدة أحنوني حمد بضنا يدبها نبي عليه الصلاة والسلام وحا نبي عليه الصلاة والسلام أكتوكتو يدنك أكدوي إن أنت سي فاطمة رضي الله عنها ويضن أركي سحالة النبي بهدنا آذو تعلي عهورتي سينا كلي قيت كلا تشوكتو وقبدن بيسيبا كل كاسي أنا حيسا وحي الله هاي وكرب أباه محا أباه كرب إيا نباتها يسي حنون نبي قول روح الله ليس على أبيك كرب بعد اليوم إنه لمن يوشيغي أنا كقريني ركاو الحلي أبها ما أنت كذب كربي حنون صامر المايا لأنه مقطوع الجنة شن هذا أيا لوج أمي أم بيا ذي لهاي لهاي نوجب بشاري نبي قو ما أنت وحي كذب بيا وكان السنة يا كري لي كرب ذا دويا ذا ساس كل أي نتيس ما كود بناي فهم كأري بدن اللغة الإنجليزية ما عرفتي إن آخر سكاجا عقبات أيهور تاجنت هاي مع ميلسيا تاسي وحلسو أذيع قون مال وحاد که هر ایساب برنامه چک ایریگ مانته Word of the Day کسی از معلوم ولی کو برنا ایساب ایری عصب و معنی ایسا یا دیکسی سوال لغوش رحیو بل ولبا دمات که دقل امتحان کبیش ایری دی عاد برتری او کو گور ایساب اول مرین قالیا ایریگ مانته و فرصت دکو عینتا کیت که ایری دی عده لغت انگلیسیگا سیادو استعمال شو قر ایریگ Word و ندیر بقولی کنتن نبي عليه الصلاة والسلام يضع حدنا حالة هذا مرايون مع ذلك يحمل هم الدعوة هذا نوح حنبارسين يهم يجي الدعوة ده هاو شي يسوي مهم سن الدنيا للنقية ضد كلام بهين الدعوة ده هذه تدك إلى هلا جارسيو حالة ده كريل خبطا أميد إنك إنك أميد هدي وح ورانا يلا إسكت جرانا نختار الجاي كان يلا الكاسح حنونا يسعب شدي عتاب كبطا لها يساقو هاوشي سيو مهم سنين أيو ولي فيرنا يا إشا قوايا وحولي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم والصلاة إلالية صلاة إلالية إياوحا مسؤولك كتهين إقعميهن واي ملكيين أدايين الضوامة يهديين حولها النول أما هذا إلالية صلاةنا إلالية لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك إلهي هن عذر يهود إيكوا نصارى أكريستنك نبي ذو ذي دنتي حباله ذي بمساجد تكدل سمية واردين كتاها السمين نبي نبي لارين تاوان دين دي ذي ودردارنا ذي نبي قبدا بي عليه الصلاة والسلام عائشة ما وحي الله ذي مركي هدبا geerid ay ku timid oo si dhimanay nabigu ayuu miir door soomay marka wuxuu aagay xaqqa sare ee saqafka horana wuxuu noogu sheegay in uu ilaahay anbiyaadiisa door galiyo adduunyadii aakhira madama ay anbiyaadu ka cilmi badan umada kale ka aqli badan inay ka geysiin ilaahay uu u sii sheegay inay dhimanayaan hatta dhimanaysaa miyad ka dhaqaajin adduunka mise adduunka laga daaya ولو شيء وقت غاسان ايا وحا لو بندغا ميشا او جنة كدغينا جنة با لا توسيا بركا وحان كرتبيت حالتي ونو سي شيغا اني تهاي كل كاسان اذا لا يختارون والله هدبا دورن ماي كل دي لو شيغي اخرو دورنيا وحي ريدي اوو دنبيي نبيغا اهل عليه الصلاه والسلام مع الذين انعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى الهي اوو قدر انت يا ذو النعمه سدو برواقيسي نبييدا ورنت بدن شهداء صالحين تا الا للرفيق للراعنا كو ساو وناغسن الهي ويداف او ان حريص او جمع في عن سر الراعي فكانت آخر كلمة تكلم بها حتى قبض وماتت ومالت يده الشريفة أريقا ساو قدن بيه نبيقا ومضانا وكتابا رأي انت وحيدك وقدن بيه
gacantii si uu kor u taagay hoos u soo dhacday markaa waxaan gartay inuu dhintay sidii bay markaa wuxuu ku dhintay leedahay baynas haqinati wa daqinati laabtayda garkayga iyo xundhurta inta ka dhaxaysay isagoo ku tiirsanon sidaa u hayo geesinimada caayisha darkay radiyallahu anha iyo wixii uu nabigu ka filay inay ka soo baxday kaalintii asxaabtu aabaheedu ku jiraabay matalaysa iyada xil qaaday nabiga xanaanayntiisii iyo hayntiisii ilaa uu gacanteeda ku dhimanay waxa uu leeyahay xaafid ibnu kathiir oo cilmiga taariikhda iyo siirada aada uga warrama geerida nebigu waxay ahayd calayhi salaatu wasalaam sanadii 12aad 12-kii bisha la yidhaha rabiicul athaani maalin isniina marka maalinkaa isniinta lama aasin maalinkii 3aadna lama aasin habeenkii 4aad la aasay cinda almashhuuri cinda aljumhuur sida culimmadu ay u badan yihiin wax isbedelo ku imanaya nabiga ma jirna calayhi salaatu wasalaam jirkiisa shariifka de ilaahay baa ilaaliyo qabriga ciid cuni mayso waxaynu u gudbi lahayd markaa الدروس والعبر المستفادة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أرقنا غير ذاس يلي مشدان ذي قصي كوبان أين وضو المرني حين كفى ذي سنين مركة كوبا ذو حين كفى ذي سنين أن الموت سبيل كل حي غير ذو إن يتين نولا كستا وتضو مري ما هذا ما هو قرى وحكى السنة في كتر تاو لمنيا تاسنوا أمد لما هران مركة اسكيغة تلقى gaaladuna waxay markii ay nabiga yiraahdeen wuu ina dhaafiyo uu dhiman doonaa ilaahay baa u jawaabay wuxuu yidhi innaka mayitun wa innahum mayitun adna waa dhimanayana way dhiman doonaa maxay dhimashadaada ka igsanaya nayaga noolaanayo joogaya marka taa macnaheedu waxa weye laabudda min alisticdaad liyowmi araxiil maalinkaa safarka aynu iskaga talagalo inu alaabta iska sii urursanno kulluna yaclam dhammaantee waxaynu ognahay inuu iman doonu soo socdo maalin kabahaagana la gashanayo dharkaagana lala wareegayo la qaybsanayo mafaatiixdaada iyo arrimaha kuu khaaska ana dad kala qaybsan doonu kala qaadan doono duuye iyo dad kalena hadalkeedaba daa waxalla wixii khusuusiyaadkaaga ahaa ee kuu gaarka ahaa baa la qaadan doonaa lala wareegi doonaa in odayaasheenna ka mid oo iska caqli badan baa dadkan wax qorqoraa isagoo nool bay yidhaahdeen wuu dhintay hebel allaha u naxariistay hebel tacsidiisay soo qoreen markaasaa la hebelow dee sidaasaa la yidhi ma nooshahay runtood weeyaan bui waa runtood laakiin waxay ku yar kharibeen way soo qadimeen been bay sheegaane laakiin waa la hubaabuun inaan socon doonaa dhiman doono waxaa labaad aynu ka faa'iidaysanaynaa zuhduhu sala allahu calayhi wasalam fi lxayaati dunya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam isagoo wuxuu inaga duwanaa adduunyadu meel iska dhigay markaa wax dhaxalaba kama teginba waxa uu ka tegay hubkii uu ku dagaalamayey iyo dhul yaroo waqaf noqday iyo gaadiidkii uu fuushanaa gaadiidkii iyo hubkii uu ku dagaalamayey iyo yaroo dhulahoo waqaf noqotay markaa si aanu ugu hawshoonina ugu farbaxa diinta ilaahay iyo dacwadda isagu saasuu doortay markaa suhdu fi dunya inuu qofku adduunyada ku dhex saahidaa qiimahay leedahay bay ayaa nebigu tusaale inoogu yahay sala allahu calayhi wasalam qisadu waxa shanaadayna tusinaysaa makru lyahuud waqatluhum lilambiyaai walawliyaa yuhuudda nimanka la yidhaahdo cadaawadooda qur-aankaa caddeeyay inay ambiyada qaybna beeniyeen qaybna dileen qof kastoo wanaagsanoo ilaahay ka amar qaadanayo addoon dhaba u ah yuhuudi waa cadow buu yahay marka haddaad aragta cid yuhuudi la saaxiiba ama u jiibinaysa macnaheedu waxa weeyaan dad ka soo horjeeda diinta ilaahay iyo dadka ilaahay waana taa aada arkayso oo ambiyadii iyaga ka dhalatay bay laayeen nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam isagana sixir bay ku dayeen sunna way ku dayeen gacanna inay ku dilaan way isku dayeen si muuqatiyo si qarsoonba marka khatartooda inaan marnaba la aaminin bay qisadu u taagantahay tusaale uta waxa ay qisadu inoo muujinaysaa anna mowtahu sala allahu calayhi wasalam min acdami almasaa'ib dhimashada nebigu dhibaatooyinkii ugu weynaaye dadka muslimiinta soo gaadhay intay adduunyada ku noolaayeen weeye isaguna taasuu inoo sheegoo waxau yidhi idaa asaaba axadukum musiibatun falyadkur musaabahu bii fa innaha min acdami almasaa'ib mid idinka idinka mida haddii dhibaata ku timaado naftiisa ehelkiisa asxaabtiisa ummaddiisa
هايسكو قنعية لمشاريه دي مصيبة أوي بها هيدا هاي راضد النبي جبا وردنت مركا قفكا إلمي سو برارنا يا مولالك أما أبيه مركا ترى النبي محمد بردي ماي ميوكوناك سنة كاغو وانو صبر كقاطع سلا سيد دارين سنة صحابة رضوان الله عليهم أنس بن مالك وحول الله خادم كي نبي قاها مركي ورسولكم مدينيني صلى الله عليه وسلم هجرة سنة دي كوبات أضاء كل شيء وحكا استاوو افتيمي سبد البان ويمي مركي وبارنتا ودنتين أظلم كل شيء حتى أنكرنا قلوبنا وحوة لبا مركو دنتين ومدوا بادي إلا أنه آن قلبي جيجي قرن وينه أنه لفتي جيجي أنه يسف قرن ويني وركالك واحد كأركيس الصحابة رضوان الله عليهم قيمها يفضلها يفائدة النبي يقانين صلى الله عليه وسلم وحل لحاذا قصدا أنه كفى إذا استنينا أخذ تركة وجوب أخذ تركة النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد إنه قادنا دحالكيس ساقي دمي لكن دحالبو كتغي هلكو تغيي يتشن نذي إنه قارسين كرهتين عسكرنه وحل إذا كتغيب الكتاب كإلهي يسر نذيس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قبصتان اللومي ميسا أرأي قاسو استعمالي يا أبي هريرة إن تسوق مدينة تغيبو كان عصدتدي وحكا ليبسنا يسير لها الله وحوري هل كانت جوكتان دحالكي النبي كان أولا قيبسنا يا مسجد كالاقو قيبسنا يا مركي مادين وحوري دعوذي حوليدين ما نشيقينينا وعلمي قاه الله فرديه حلقة ده هاسا كقيب قلا حورهم باكو مشكول سنتين قصة ده وحي نوشا قيسا توحيدكو قيمها أولاي إن قفك أما أمد عقيدة دوضو أي سحانته وعبادة دوضو أي سحانته هدي عقيدة دي عبادة دوضتك كحوما دان دل كستا إيا دد كستا وحفا إذا ويالانا يا مجر آيهو دي وردن تاي وانتا أكمت دي النبي صلاة دي لالي أبو لي توحيد كان إلالي يوسيدا نظام كاسي دين تي أيوغال لأحدان أيوغالو بين يهودي النصارى دو عقيدة دوية إذن كحمان إنو قبور عابد هنقرننا إذن مركز هيدا كليا هل كان لقلت تقيا وعقيدة إيا عبادة وناكسا الرماها تضبضا ميالها سا أيا مستفادات كأينو قصدا كقادا كرينا إيا مركا إنو صورو إنو ويسكا شقايسان إنا دوية دواد دالينا لكن سفر باس صعودا لما فلانا أن إله هذا آن لأوغين قارتو إمان دونه أوغيسيسنا آن لهين صنقضنا آن لهين سفر كالسداس محاكا لقدبن إن ألابتو إسكاكا حرحناتو استراتيجية دون تلها وحد دون تقبصو دولد يدل وحد دون يسرس لكن دردارن كاقونا هكو قرناضو دين تنا إسكبح طلميقنا إسكرر إسكنا ديار قرو لأني مكالا قصوهي لكراي ولا قبان كراي تاسا إن لقدبن دمات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة أبك الدهب بلاس ولوغو سميه أبكيوغو عصر سنة وعد هاد دهال ميلكو ذهيلي كرتا لما ندقي ذا الدهب شيل جروب أدقو استعمال إيا أبليكيشن كالدهب بلاس وادقي ديرا ذا لوغو سو كردي كوبيحي كو إيبسكو كايتسو دهب بلاس هبكوغو عصر سن إياد كو معمولان كرتو العقد هذا